مشاهدينا إن شاء الله خلونا نذهب إلى فقرة أخرى، وهذه الفقرة هي ذاكرة الأيام لولادة مولانا الإمام الباقر عليه السلام في الأول من رجب. طبعا لا يخفى على كل مؤمن ومؤمنة إن شاء الله اليوم هو اليوم الأول من شهر رجب الأصب. ولد الإمام الباقر عليه السلام في الأول من رجب الأصب، وهناك كثير من المعلومات حول هذه الذكرى اليوم انطلاقتها يا أسراء. نعم أحسنت. نعم. ونقول ولد الإمام الباقر عليه السلام قبل استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام بثلاث سنين، وقيل أيضا بأربع سنين كما أدلى عليه السلام بذلك، وقيل أيضا بسنتين وأشهر. وقد أجريت له فور ولادته مراسيم الولادة كالأذان والإقامة في أذنيه وحلق رأسه والتصدق بزينة شعره فضة على المساكين والعق عنه بكبش والتصدق به على الفقراء. وكانت ولادته المباركة في عهد معاوية، والبلاد الإسلامية تعج بالظلم وتموج بالكوارث والخطوب من ظلم معاوية وجور ولاته الذين نشروا الإرهاب وأشاعوا الظلم في البلاد. أحسنتم. تسميته يا إسراء سماه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمحمد، ولقبه بالباقر قبل أن يولد بعشرات السنين، وكان ذلك من إعلام نبوته. وأيضا قد استشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقوم به سبطه من نشر العلم وإذاعته بين الناس، فبشر به أمته كما حمل له تحياته على يده الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري. اليوم ولادة الإمام الباقر عليه السلام، يوم غد ولادة مولانا الإمام الهادي عليه السلام. إسراء صراحة أنتوا تحدثين بداية أنه هذه الفقرة تراود إلى ذهني، نقول أنه كأشياء أو يعني نتابع إن شاء الله أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، أقول كيف نحيي هذه الذكرى الطيبة لولادات رجب الأصب؟ يعني المسؤولية علينا تضاعف أكثر من كن الأشخاص الآخرين. هي اليوم إحنا أحياء ولادات أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يجب أن لا نمر عليها مرور الكرام وانتهى الأمر وخلص. يجب أيضا نسلط الضوء على يعني هكذا شخصيات عظيمة تفيد المجتمع. يعني الإمام الباقر عليه السلام هو باقر العلوم الأولين والآخرين، له يعني بصمة كبيرة في عصره وفي عصرنا الحالي أيضا، يعني علومه تدرس اليوم. إحنا عندما نحيي هذه الذكرى وعندما نتبادل الحديث، نتبادل بعض من أحاديثه الشريفة، اليوم إن شاء الله ننال الخير والبركة. اليوم إحنا المسؤولية تقع علينا أولا كإعلام، يجب أن نسلط الضوء على هكذا شخصيات. وأيضا إحنا إذا نرجع اليوم للأسر، يعني جميل جدا أن الأسرة تخصص من وقتها بإحياء هذه المناسبات العظيمة وتدريسها لأولادها. طبعا ما تأخذ فد وقت كثير نهاوان، أكيد أكيد، يعني كنا بإشارة بسيطة جدا تقدر الأم إشارة تفهم بسيطة. أولادها توصل هلا المعلومة، ما راح تخسر شيء نهائيا، ما راح تخسر بالعكس. أنه اليوم هي مناسبة لإمام من أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، يمكن تقدر أنه بتقديم وجبة طعام، يمكن تقدر أنه فتح محاضرة أو أنشودة أو شيء أنه يتغنى بالإمام عليه السلام، تقدر أنه حديث للإمام. إهداء كتاب أنه ابنها الشاب أو بنتها الشابة يطلع على حياة الإمام عليه السلام أكثر. إسراء إحنا صراحة أقول علينا أنه نعاهد أنفسنا في كل مناسبة، سواء كان أنه مناسبة فرح أو شهادة لأهل البيت عليهم السلام، أنه هذه المناسبات الله سبحانه وتعالى جعلها محطة تزود لنا، يعني من الغبن الأنفس تزود فكري. أحسنتم. فكري وروحي وعبادي ثقافي، نقدر أنه نستمد اليوم من هذه المعلومات اللي تركوها لنا أرض أهل البيت. أنا راح أرجع الحديثي سابقا، يعني لما قرأت فقرة ذاكرة الأيام واليوم العالمي للتعليم، كان يعني أنا بأثناء حديثي قلت لك قبل ببياتنا وأجدادنا كانوا ما يتعلمون، بس كان عندهم يعني آفاق واسعة لكل مجالات الحياة. ليش نهاوند؟
انت راح تساليني ليش تربوا على نهج ائمه اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. كان ابائهم يعلموهم ويدرسوهم شخصيات اهل البيت ويزرعوها في نفوسهم. لذلك اليوم احتي من تقعدين فد رجل كبير في السن حتى لو ما يعرف يقرا ويكتب، لكن تشوفين عنده فد معلومات، يعني انت تنصدمين. صح. ليش؟ لان يعني تربوا على نهج اهل البيت، هم هؤلاء اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. يعني يطونا فد رفد ويطونا فد طاقه. اليوم احنا نستطيع نواصل المسيره التعليميه باضافه النهج اللي هم اتبعوه في حياتهم الشريفه. احسنت كثيرا اسراء. احب انه صراحه شخصيا ولكل مؤمن ومؤمنه ان شاء الله يشاهدنا الان انه نجعل هناك عهد وبيعه مع مولانا الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، بما انه اليوم هو يوم ولادته المبارك، ان نسير على نهجه المبارك ونحذو حذوه، وايضا انه يعني تكون هذه المناسبات هي انطلاقه خير لنا ان شاء الله. نجدد العهد بدايه مع انفسنا انه يكون هناك صلاح وهناك رجعه مع ذواتنا. ايضا نقدر طبعا اسراء انه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي انشر فد وصيه، فد حديث، اسم كتاب انا استفاديت من عده يتناول حياه الامام عليه السلام. حلو. اقدر اقيم فد ندوه الكترونيه تضم كثير من المحافظات، كثير من البلدان، واليوم نشوف مواقع التواصل أقدر أتواصل ويا أبعد نقطة طبعا بالأرض. فبالتالي لازم تكون عد اليوم يعني خلينا نقول فعالية أو نشاط. أحسنتم. فإحنا إذا تزودنا من علوم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وردنا الثواب إن شاء الله ننشر هذه العلوم. يعني قلتي الحمد لله اليوم الحياة تطورت. صحيح. من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فد بحث صغير، فد نبذة صغيرة عن حياة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا بحد ذاته إن شاء الله يكون خير وبركة ويفيد المجتمع إن شاء الله. إن شاء الله. آمين رب العالمين.